والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الأخ حكيم بطاش رئيس بلدية جزائر الوسطى، الأخ وليد عيون والوفد المرافق له، سعادة السفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر، سيد نائب رئيس مجلس الأمة، سيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية للمجلس الشعبي الوطني، والسيدة رئيس المجموعة البرلمانية للأخوة الجزائرية الصحراوية، السيدات والسادة أعضاء البرلمان الجزائري بغرفته، رؤساء البلديات لولاية الجزائر والإطارات والمنتخبين المحليين لولاية الجزائر وبلديات الجزائر، المجتمع المدني والتنظيمات الوطنية، الحضور الكريم، أخوات والإخوة مواطنات ومواطنين الجزائر الوسطى وممثلين الشعب الجزائري الوطن، أيام قليلة وسوف تحيي الجزائر الذكرى 51 للعيد الاستقلال والشباب. وفي هذا الإطار أود أن أذكر وأبرز مقولة الشهيد البطل الرمز العربي بن مهيدي حين قال: أرموا بالثورة إلى الشارع سوف يحتضنها الشعب. وبالفعل أخواتي إخواني، ثورة نوفمبر احتضنها الشعب وضحى من أجلها 1.5 مليون شهيد. واليوم بعد 51 سنة من الاستقلال، ها الشعب الجزائري من خلال هذا الحضور الكريم والمواطنين الشرفاء لازال محتضن قيم ومبادئ ثورة نوفمبر، ويجدد الوفاء لهذه الأخلاقيات وتمسكه القوي بمبادئ التحرر والحرية والاستقلال. وهذا الوفاء قد ترك بصمته في تاريخ ونضال الشعب الجزائري، وهو الدافع القوي اللي خلانا كلنا اليوم كمواطنين جينا بقوة، وجعلنا منا نحتضن الأسبوع للأخوة والتضامن مع كفاح ونضال الشعب الصحراء الغربية المكافح من أجل تغيير المصير والاستقلال. هذه الفعالية النبيلة التي تجعل من الجزائر الملقبة بمكة الثوار وقبلة الأحرار تحيي بالفعل الذكرى 51 تاع الاستقلال بشرف واعتزاز وإعلاء صوت الشعب المكافح من أجل تصفية الاستعمار. مقاومة الشعب الصحراوي مقاومة شعبية وعادلة، لهذا نحن كشعب احتضناها، وما إقامة حفل مراسيم افتتاح الأسبوع في الشارع في ساحة البريد المركزي المزين بالأعلام تاع التحرير تاع الجزائر والاستقلال تاع الجزائر والأعلام الوطنية تاع التحرير جبهة البوليزاريو وتاع الجمهورية، هي بمثابة رسالة تاع مواطنة قوية باستمرارية احتضان الشعب لمبادئ نوفمبر وتأكيد موقف الشعب الجزائري العلني على عزيمة مواصلة مساندة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عبر ممثلي شرعي جبهة البوليزاريو كحركة تحرر تناضل وتكافح من أجل تصفية الاستعمار حتى الحرية والاستقلال في الصحراء الغربية. هذه المعاني الحقيقية انتع الأخوة والتضامن وحسن الجوار والتكامل، وبالنسبة إلينا هي ممارسات راسخة وثابتة، لأن من هذا المنبر نقول نحن كمواطنين لمن يريد فتح الحدود الجغرافية عليه أن يحترم قبل كل شيء الحدود الأخلاقية ومعاملة الجار بالتي هي أحسن، وعليه بالكف من سياسة سياسته الاستعمارية والتوسعية والمزايدات غير أخلاقية ولا مسؤولة والتحرشات الفاشلة الحاملة في طياتها زرع الحقد والكراهية
التفريق والكراهية بين الإخوان بتشجيع الانحراف الأخلاقي وبتسويق المخدرات بالأطنان. فليسمع العام والخاص، ونحن ندرك بالمقولة بأن الجدار لها أذنين. نعرف بلي لي مور اون دي زوري، اي اون كوني كو لو ماروك افي ان مور دو 2000 كيلومتر قسم به الشعب الصحراوي والعائلات الصحراوية. يعني جدار العالم موجود إلا ثم بعد خسر جدار برلين، منزل موجود يفرق، عملوه اليهود يفرق الفلسطينيين. فليسمع من خلال هذا المير بأن إننا بالرغم من الأوقات الصعبة التي مرت بها الجزائر في وقت الشدة والأزمة التي عاشتها، بقى موقف الشعب الجزائري مع الشعب الصحراوي موقف ثابت واضح منسجم، مساند لقضية الشعب الصحراوي المكافح. واليوم نحيي الذكرى 51 للاستقلال، الجزائر استرجعت مكانتها وقوتها وكرامتها وعزيمتها. فإننا نجدد ونؤكد أكثر من أي وقت مضى عزمتنا على مواصلة هذا الموقف المسؤول والمبدئي. لقد تصدينا قبل الأمس مباشرة بعد الاستقلال، وهنا نتكلم عن الاستقلال في أواخر 62-63، بقوة وطنية ووحدة شعبية قوية لمحاولة محاولة الخداعية لحرب الرمال والمس بالوحدة الترابية. وقومنا بشجاعة وتضحيات كبيرة الإرهاب ومن كانوا يدعمونه ويحتضنه في أراضيهم. واليوم نحيي الذكرى 51 الاستقلال، رسالة المواطنين متواجدين هنا، رسالة الشعب الجزائري، وهي تحيي الذكرى 51 الاستقلال. رسالتنا فليسمعها العام والخاص ويأخذ منا الجواب من هذا المنبر. نحن شعب وقف صاحب نيف، نحن شعب ما يقبلش لدين وما يركعش، نحن شعب صاحب نيف من بشار إلى تندوف إلى تلمسان إلى منطقة القبائل وجرجرة، من تيجنتورين إلى قسنطينة، من عنابة إلى السماء، من معسكر مدينة الأمير عبد القادر إلى طبن راس وإلى مدينة الجزائر الوسطى. نحن شعب عقدنا العزم أن تحيا الجزائر المسقية بدماء الشهداء، حرة مستقلة، أن تحيا الجزائر واقفة موحدة شامخة لا تركع ولا تتأثر وتؤثر فيها التهديدات لا مسؤولة ولا التحرشات ولا الخيانات. فنقول بافتتاح الرسمي لهذا الأسبوع والتمسك بمبادئ الأخلاقية تاع نوفمبر، مسيرة قافلة الاستقلال الوطني مستمرة، ونعلن رسميا عن افتتاح هذا الأسبوع الثقافي. تحية الأخوة الجزائرية الصحراوية، والسلام عليكم.